بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعة احنا هنا اهوت لابسين الواقي بتاع النحل وكده، ان شاء الله ندخل عشان خاطر ايه نحاول نجيب العسل بتاعنا اللي احنا معودين الناس عليه، فرزة البرسيم الفرزة الاولى. وهنشوف حضراتكم اهوت زي ما انتم شايفين كده، ادي اللبس اهوت زي ما انتم شايفين، وهندخل ان شاء الله وسط الخلية بتاعت النحل. تمام، ادي النحل اهوت زي ما انتم شايفين كده اهوت، ماشي. ادي العسل اهوت حضراتكم شايفين، ماشي. نشوف كمان برواز اهوت النحل اهوت، ماشي يا جماعه. وعن العسل اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، حتى يا عم احمد والله يجرب لي بس البرواز من كده. شوفوا يا جماعه، ادي برواز النحل اهيت. طبعا مش هينفع نصور كتير يعني، بس عشان خاطر برضو الوقت وكده. دي فرزة البرسيم الفرزة الاولى باذن الله يعني. ادي كمان برواز اهو، طبعا بحاول اصور لان محدش عارف يدخل معايا الخليه هنا عشان النحل. طبعا انا بحاول اصور واخلي عم احمد يمسك لي كده دقيقه في التليفون. يا عم احمد امسك البرواز عشان برضه الناس تتاكد اهو. اهي يا جماعه، ادي البرواز اهو.